الأخ عمر الجروشي قال نبي فتوى في المرابحة الإسلامية. أعتقد أننا تكلمنا في كل حلقة هذا الآن الأخ عمر الجروشي والأخ رمضان قريرة نفس السؤال، واحد يقول فتوى المرابحة الإسلامية في المصرف التجاري، واحد يقول نبي نسعى المرابحة في سيارة مصرف الجمهورية. تكلمنا عنه كثيرا، والملاحظ في هذا الأمر أن كثيرا من يعلق على المقاطع المنتشرة، يا أخ محسن يا أخ عمر ويا أخ رمضان، لو ترجعوا لصفحة مع دار الإفتاء فيها المقاطع التي تخص المرابحة من فتاوى كثير من المشايخ. الأمر الملاحظ أن كثيرا من المعلقين لا يفقه ما هي المرابحة. واحد يقول مرابحتكم الإسلامية الربا، استغفر الله من قوله، يقول الربا أرحم من مرابحتكم الإسلامية. أولا هي ليست مرابحتنا، لا نخدم في المصرف ولا نخدم في الشركات اللي تجيب في سيارات المصرف، ولا عندنا أي علاقة بهذا الأمر. نحن نجيب كما علمنا الله عز وجل، كما هو موجود في أحكام الفقه. والإنسان المسلم لا ينظر إلى يعني هامش الربح، يقول والله يعني القرض الربوي كنا ندفع في 6% مثلا، والمرابح الآن عندي 25%. لو سلمنا بهذا الأمر وهو خطأ، لو سلمنا بهذا الأمر هذا لا يعني أن الربا حلال والمرابح حرام. هامش الربح لم يحدد له الشارع سقفا معينا، ما قال لكش الشارع راه ما تربحش كذا، وما انت ما عجبتكش شراء السلعه بالمرابحه لقيت فيها 25% هلبة ما تمشيش معاك، لك ان تمتنع، لكن هذا لا يغير من الحكم الشرعي، ما يخليهاش حرام. والربا ولو كانت درهما مش 6%، ولو كانت درهما لا يجوز. هذا الدين يا اخي الكريم، اذا كنت حريصا على دينك، انا ما ندفعش درهم ونغضب الله عز وجل فيه، وندفع حتى 10,000 بشرط أن تكون في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي للمسلم أن يلاحظه أولا، وهذا ليس معناه فتح الباب على مصراعيه للمصارف وتشجيع لهم، ليس هذا تشجيعا لهم على الجشع الزايد، بالعكس احنا دائما نكرر ونقول للمصارف ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اتقوا الله عز وجل في الناس وساعدوهم، وما فيش واحد يقول للمصارف ما تاخديش ربح، لأن المصارف أصلا قائمة لأجل الربح، لها أن تأخذ ربحا، لكن يجب عليها أن ترفق بالمواطن. معليش أرحموا المواطن شوي، خذوا ربحكم لكن ما تفتحوش بطونكم هلبة على المواطن، الجشع مش كويس، ساعدوا الناس. وبالعكس لما تنقصوا وتخفضوا نسبة المرابحة هذا حيشجع الناس أكثر على الإقدام على المرابحة. ثم يا أخي الكريم اللي يعلقوا الناس ويقولوا لا نفس الشيء هذه ربا وهذه كذا، يا أخي الكريم لا تتقول على الله بغير علم، ما تفتيش وأنت تكتب في الإملاء غلط، لا يجوز هذا الأمر يا أخي الكريم، راه هذا من كبائر الذنوب. المرابحة هذه معروفة، اتفق عليها الفقهاء، المرابحة معروفة والفقهاء متفقون عليها قديما وحديثا، فأنت تجي تقول لا هي نفسها هذه الربا هي المرابحة، لا مش نفسها. وإن كان زي ما ذكرنا نسبة الربح ينبغي على المصارف أن يرحموا الناس، أن يعني يكونوا في الوسط، يربحوا هم شوي ويراعوا حال الناس شوي، مش يعني يربحوا نسب عالية. ثم إن القرض اللي تقولوا 6% اللي كان الفائدة الربوية اللي كانت، أراه 6% كل سنة تتضاعف، ما يضحكوش عليكم يقولكم هو المبلغ كله تعطي عليه 6%، لا، الفوائد كانت تتراكم بتطلع لك أكثر من نسبة المرابحة. لكن المرابحة كما ذكرنا عقودها صحيحة في كل المصارف، لكن ينبغي أن يكون هناك مدقق شرعي في كل فرع. شنو وظيفة هذا المدقق؟ ينظر هل العقد يطبق بصورة صحيحة ولا فيه تلاعب في الإجراءات والأوراق، تجيه المعاملات كلها، يقول هذه معاملة صحيحة تمام وهذه معاملة خاطئة، ردوها يصحوا المعاملة. هذا المدقق الشرعي وظيفته. أما اللي يقول راهو المصرف مملكش السلعة فهذا يعني لا يعلم شيئا، لأن المصرف عنده طريقتان، إما أن يشتري السيارات، مصرف الجمهورية مرات يشتري في سيارات كاملة من وكالة ويجي يقول لك أنا عندي السيارات هذه كلها مالكها وقاعد مدرسها في الوكالة الفلانية، دافع ثمنها وشاريها وفي ضمانها وكل شيء ويبيعها لك، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يتعامل مع بعض الوكالات، قاعد مشرهاش، لكن أنت لما تجيب له ورقة الوعد بالشراء يشريها هو بالفعل وتدخل في ضمانه، حتى ولو كانت مدرسة في الوكالة هي في ملكه وفي ضمانه،
لو يعني طرأ حريق ولا سرقت السيارة لا تتحمل الوكالة شيئا لأنها أمينة، هي يعني وديعة عندها السيارة فقط، يتحمل المصرف اللي هو المالك للسيارة. لو أنت قالوا لك تعال احنا شريناها وهذا عقد الشراء متاعنا، لو تبي تشري نبيعوا لك، لو ما تبيش عادي براحتك، بإمكانك أن ترجع عن البيع. كان قلت أنت بنشري خلاص يديروا معك عقد بيع ويعبوا الكمبيالات منك ويبدو في أخذ الأقساط منك، وهذا بعدين يقولوا لك برا استلمها من مندوب المصرف، تلقى مندوب المصرف في الوكالة يسلمك السيارة اللي هي ملك للمصرف. فمعاش تشوشوا على الناس، رجاء اللي يعلقوا واللي يفتوا بغير علم، اتقوا الله عز وجل، فإن الله سبحانه قرن القول عليه بغير علم بالشرك. قال ابن القيم رحمه الله إياكم والتقول على الله بغير علم فإنه قرين الشرك أكبر الموبقات. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقل على الله ما لا تعلم، تقول هذا حرام وهذا حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. رجاء أيها الإخوة اللي مش متخصص في العلوم الشرعية والذي لا يملك أدوات العلم الشرعي، رجاء عليه أن يحمي نفسه من الوقيعة في الإثم العظيم وأن لا يتكلم في أمور الشرع. إذا أعجبك شيخ معين ويعني اقتنعت به بإمكانك أن تسأله وأن تأخذ بفتوى، ما عجبكش الشيخ هذا بإمكانك أن تسأل شيخا غيره، لكن إنك أنت تبدأ تفتي وتقول هذا حلال وهذا حرام فهذا مرتع وخيم، ينبغي عليك أن تنأى بنفسك عنه أخي الكريم.